مشاهدي برنامج اسال مجرب، برحب بحضراتكم النهارده. موجود معاكم في مركز بني. المكان ده بيشتهر بتنوع التركيبه المحصوليه وكمان بجوده المحاصيل اللي الفلاح بيجتهد اجتهاد شديد علشان ينتجها. في السنوات الاخيره ابتدينا نتكلم معاهم، يبقى في زيارات ميدانيه كتير عشان نسمع منهم اخبار الزراعه واحوالها، خاصه ان احنا كمان عندنا هدف مهم قوي ان احنا نحافظ على الانتاج والامن القومي الغذائي، ويبقى عندي كمان فائض التصدير. ابتدينا نتكلم عن المشاكل وعن الزراعه. نسبه ارتفاع الملوحه في المياه وفي التربه ابتدت تظهر، لان هنا الابار موجوده بقالها سنين، المعاملات الزراعيه للموسم الثاني، فابتدت الفلاح يقول لك الملوحه عندي رفعت. النهارده هوريكم نموذج جميل جدا باستخدام تكنولوجيا معالج المياه المغناطيسي لشركه دلتا مول. النموذج ده نجاحه في نوعيه المحصول نفسه، المحصول حساس جدا للملوحه، بيتاثر بيها وبتاثر على الانتاجيه. النهارده وانا موجود معاكم في مركز بدر هنشوف دلتا ووتر اخباره ايه مع البطاطس. لو انا برحب بحضرتك. اهلا بحضرتك. تعرفني؟ معاك وائل دبور. استاذ وائل، وانا داخل الارض هنا لقيت فيه عنايه، يعني انا ما شاء الله بتبان ارض المزارع او الفلاح اللي هو واخد باله منها، من تخطيطها، من زراعتها، من نظافه الارض، من نوعيه المحصول نفسه. انا عايز اعرف انت بقالك كام سنه هنا؟ احنا هنا كعيله من سنه 90. انا كمزارع مثلا من سنه 2013. اخبار الارض هنا اول ما ابتديت تشتغل بقى فيها كمزارع كان وضعها ايه؟ نوعيه التربه، نوعيه الميه، مساحتها قد ايه؟ المساحه هنا في منطقه البطاطس دي 10 هكتار. الله يعافيك. فبالنسبه كنوعيه التربه دي ارضي رمله خفيفه. تمام. اما بالنسبه للميه، الميه البحاري مش موجوده، اللي هي الميه النيل. بالنسبه للميه المياه الجوفيه دي، الميه فيها نسبه ملوحه ونسبه ملوحه عاليه. طيب فطبعا حللتها؟ حللناها. كم جزء في المليون؟ 950 جزء. 950. 950 حللتها فين بقى؟ في شركه دي معمل بس. قلت لهم حللوا لي دي. تمام. لما وديت التحليل كان ايه السبب ان انا اخد العينه وروح النبات مش مستجاوب معايا؟ مفيش اجابه مني، مفيش قبول. حسيت النبات مش شغال في حاجه. وبعدين انا بسمد وبشتغل وبحط يعني زي اي فلاح بس باجتهاد. ايوه. فعايز اعرف، عايز اوصل. حللت نباتودا، حللت عفان، حللت كل حاجه. تمام. فقلت اخر حاجه حلل الميه. تمام. نسبه الملوحه، حللت ملوحه التربه. طلعت 950 جزء في المليون. التربه ما فيهاش حاجه، بس المشكله كانت في الميه الجوفيه. فقلت انا عملت بيه. كبير انعمل. طيب. وبرضه في نفس المشكله. طب انا هقعد كل شويه اعمل؟ فانا سالت. سألت وكذا واحد رشح لي جهاز تاني وجهاز تاني، فأنا دورت لحد ما ناس كتير. يعني أنت عرفت إن في أكتر من نوعية من الأجهزة في السوق؟ طبعًا. طب وأجهزة أرخص كتير. اللي أنا عايز أوصل له برضه، النهارده أنا رحت قدمت عينة المية وخدت التحليل، كانوا قايلين لك على توصيات تمشي عليها؟ يعني قالوا لك في بعض المحاصيل ما تزرعهاش؟ لا، هما ملوش دعوة. لا ملوش دعوة. هو اداك العينة وبس. لا، بيديك العينة وانت بتعرف كام جزء في المية، وانت بناء تشتغل بقى عايز تعمل ايه. وبناء عليه انت بتنزل مثلا، مش عايزين نعمل منتجات كتير للايه؟ للمعالج الملوح. فانا بالتالي انا مش هينفع تقول لي ازرع كذا وما ازرع. انا فلاح في الاول وفي الاخر تحت منظومة فلاح، ازرع اللي انا عايزه. لا، هو هيقول لك ما تزرعش علشان ده مش هيبقى مناسب لنوعية المية. بس انا ما هو علميا يعني. ما علميا، بس في حاجة لازم نتكلم فيها ونبقى متفقين فيها مع بعض. انا راجل، انا كل فلاح بيبقى ليه حاجات معينة بيزرعها. ايوه. فاهمها. زرعته فاهمها، بتاعته. ما ينفعش انك تدخله في مجال تاني، فبتبقى صعوبة. مش هيفهمها بسهوله. ابتديت بقى تعرف ان في تكنولوجيا معالج المياه المغناطيسي. تمام. وان في اختيارات كتير قدامك في السوق. تمام. على اي اساس ابتديت بقى تختار انت هتركب التقنيه زي دي؟ اخترت لما ابتديت اكلم الناس اللي انا بتعامل معاها في الشركات بتاعت المواتير والحاجات ديت، بدات اسال ناس كتير، واحد واثنين وثلاثه. فواحد قال لي شركه كذا وشركه كذا، جمعت اكتر اثنين او اكتر ثلاثه قالوا لي راي. فبدات ابحث عن الشركه قبل ما اتصل بالشركه وقبل اي حاجه. أيوة. بدات اتابع الصفحه، بدات اشوف، بدات اسال ناس مهندسين، بدات اسال. سالت مزارعين؟ لا، ما كنتش اعرف مزارعين. شفت اسال مجرب قبل كده؟ شفته على الصفحه. شفتها على الصفحه وشفت. تمام. حضرتك وانت بتحاور مع الناس، مع المزارع. يعني يهمني المزارع اللي انت شفته اللي اتكلم. ما انا شفت المزارع وقلت مش معقول هيضلني، ما هو برضه حاسس بيا، ما هو مش هيضلني عشان يعمل دعايه للشركه. لا، هو مش هيضلني. فابتديت لما جبت الجهاز، تواصلت مع الدكتور محمد وجبت الجهاز،
ولما نزلت واشتغلت، فانا قلت حاجه من الاثنين هتبان معايا. فاول حاجه بسيطه خالص بالنسبه لاي مزارع هيفهمها، انك تغلي الميه وتعمل شاي. اه دي بتبان مع اي حد لو امي خالص. الميه المالحه اللي فيها نسبه ملوحه بيجي فيها عامله زي القهوه، لونها فاتح. اما الشاي المظبوط بيبقى اللون غامق. فاحنا قاعدين انا والناس اللي كانوا معايا عملنا الشاي، انا ارتحت نفسيا، نفسيتي ارتاحت. اول حاجه شربت كوبايه شاي عرفت ان في حاجه في الميه. اه انا كده ارتحت، نفسيتي ارتاحت. بعد كده اتصلت بالدكتور محمد، كنت مركبه في مكان غير اللي انا مركبه فيه حاليا. فقال لي الدكتور، يا دكتور هو انا ينفع اركبه بعد التسميد ولا قبل التسميد؟ قال لي بعد التسميد افضل، هيكسر لك نسبه الملوحه، لان برضو في بعض الشركات بيبقى فيها نسبه ملوحه عاليه، املاح عاليه. فقال لي قلت استفيد بيه، يبقى كسر الملوحه. وركبته فعلا في نهايه الخط خالص قبل دخول الارض. تمام. المردود بقى على الزرع ابتدى يبان بقى قد ايه؟ اه طبعا. انت ركبت الجهاز بقالك قد ايه؟ انا مركب الجهاز كده تقريبا حوالي 40 يوم. 40 يوم بس؟ 40 يوم. كل الكلام الجميل ده قدرت تحكم عليه في 40 يوم؟ اه 40 يوم، لان ده نبات سريع مش شجر، ده نبات سريع التحول. ايه اللي حصل بقى؟ ايه الاختلاف من الزرعه دي للزرعه اللي قبليها؟ اللي حضرتك ممكن تشوف بعض البرك اللي الصفاران بتاعها من اول ما طلعت خدت نمو للصفاران، اما اللي كان لسه بتطلع في خروجها لما لحقنا نغسل بالميه المعالجه بالفلتر بدا النبات يبان عليه. ايوه. بدا الزرع بقى لها كام يوم في الارض دلوقتي؟ النهارده بقى لها حوالي 66 يوم 67. يعني 66 يوم، يعني بعد الزراعه بحوالي 26 27 يوم ركبنا جهاز دلتا ووتر. النباتات اللي كانت طلعت ابتدى لونها يتظبط، لكن تمام. النباتات اللي ابتدى النمو بتاعها بعد تركيب معالج المياه المغناطيسي لشركه دلتا ووتر، شايفين اللون بتاعها الاخضر الغامق، الورقه ما فيهاش اي مشكله، ما فيهاش اصفرار. غيرت بقى من معدل التسميد او البرامج اللي انت بتضيفها؟ لا، بنفس البرامج بتاعتي. أوه. ونفس شغلي، بس انا بقيت حاسس ان زراعتي بتستجيب. سحب او مضادات الاملاح بتضيفه؟ لا خلاص انتهت. ده خلاص انتهت. ده بند واتلغى منها. بند، البند ده معناه التكلفه. طب بيكلفك قد ايه في الموسم؟ يعني مثلا لو 10 فدان يكلفني مثلا كزرعه بطاطس مثلا تكلفني تشيلها ب 6000 جنيه. 6000 جنيه تشيله كبند؟ اه، لان ده دورته غير دوره مثلا اي محصول ثاني انا بزرعه، كموز كعنب اي حاجه ثانيه. We'll be right back.